السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي المتنوعة، قناة مساكي. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم واحد الفيديو واللي هو عبارة عن طريقة صنع وردة من السنتة او من ما يعرف بشريط الساتان. وهاد الوردة هادي كيمكننا نستعملوها في اشياء اللي هي كثيرة ومختلفة. مثلا كنقدروا نستعملوها في هذوك السليلات ديال الرضع والعرائس. انا كاين عندي واحد الفيديو محطوط في القناه على الاشكال ديال هذيك السليلات، وهما مركبين فيهم هاد الوريدات هادو بالوان مختلفه. وايضا نقدروا نستعملوهم في الفساتين ديال العرائس والفساتين ديال البنيتات الصغار، وهي عندها اشكال مختلفه واحجام والوان كذلك مختلفه، وما كتكونش متوفره في الاسواق باستمرار. لهذا مزيان الانسان انه يتعلم يصيبها في داره، وطريقه ديالها راه سهله وبسيطه بزاف، واي واحد يقدر يطبقها ويحصل على نتيجه مرضيه. اذا باش تعرفوا الطريقه مزيان نخليكم اخوتي مع الفيديو، وفرجه ممتعه. Thank you.
هانتوما خواتاتي، ها هي الورده ديال النسالات. كنثبتوها بهذاك البريكه باش ما كيتفزش هذاك الشريط ديال الساتا، وكنخيطوها بالابره والخيط وصافي. يعني المواد اللي هي قليله ومتوفره في كل بيت: شريط الساتا، مقص، بريكه، وابره وخيط. وهذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من التعليق والاشتراك، والى فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.